السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري فور الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 What can I do. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض lesson 2 our senses او حواسنا، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في lesson 2 هو بيكلمنا عن الحواس بتاعتنا وهنتكلم عنها بشكل جميل. احنا بناخد طبعا our senses او الحواس بتاعتنا من واحنا في KG 1. اول حاجة عندنا طبعا sight يعني حاسة الابصار البصر، taste يعني حاسة التذوق، touch يعني حاسة اللمس، smell يعني حاسة الشم، hearing يعني حاسة السمع. طب دي السنسس او الحواس اللي احنا بنقدر نستخدمها وبنميز بيها الحاجات المختلفة. السايت بنميز بيها الصورة الصور، التيست خاصة بالتذوق، التاتش خاصة باللمس، السميل هي الشم ريحة الأشياء روائح المختلفة اللي حوالينا، الهيرنج هي السمع، وطبعا دي خاصة بالأصوات. ايه الأورجن؟ الأورجن أو العضو اللي في جسمنا اللي بيساعدنا ان احنا نستخدم الحواس دي. اول حاجة العيون بتخلينا نقدر نحس بحاسة البصر اللي هي السايت. يبقى السايت بيكون من خلال الايز او العيون. تاني حاجة التانج او اللسان بيخلينا نقدر نقوم بحاسة التيست او التذوق. تالت حاجة السكن او الجلد بيخلينا نقدر نقوم بحاسة التاتش او اللمس. رابع حاجة النوز او الانف بتخلينا نقدر نقوم بحاسة السميل او الشم. خامس حاجة الايرز او الاذن الاذان بتخلينا نقدر نقوم بحاسة الهيرنج او السمع. يبقى دي الأورجنز أو الأعضاء اللي بتقوم بالسنسس المختلفة دي. عندنا بعض الفيربس لازم نعرفها خاصة برضو بالسنسس بتاعتنا أو بالحواس بتاعتنا. لازم نعرف يعني إيه سي يعني يرى. ما احنا طبعا السايت الإبصار اللي بيكون من خلال الأيز أو العيون. لما بنعمل العملية دي احنا بنقول I see أنا أرى، you see أنت ترى، he sees هو يرى، وهكذا. فسي يعني يرى، تيست يعني يتذوق، طبعا دي خاصة بحاسة التذوق، touch أو feel يعني يلمس أو يشعر، طبعا دي خاصة بحاسة التاتش، smell يعني يشم، طبعا الفيرب ده خاص بحاسة الشم أو السميل، hear يعني يسمع، طبعا hear الفيرب بتاع hear أو يسمع ده بيكون خاص بحاسة السمع أو الهيرنج. دول التلات حاجات اللي لازم نعرفهم في الدرس ده أو الجزء فيه. السنس اسمها ايه، الحاسة اسمها ايه، الأورجن اللي بيقوم بالحاسة دي اسمه ايه، وطبعا الفعل اللي بنعمله لما بنستخدم الأورجن ده عشان نعمل الحاسة دي اسمه ايه. سي يرى، تيست يتذوق، تاتش أو فيل يعني يلمس أو يشعر، سميل يعني يشم، هير يعني يسمع. عندنا بعض الكلمات الهامة لازم نعرفها مع بعض كمان. يعني ايه sense يعني حاسة the world العالم، work تعمل، soft ناعم، information معلومات، photo صورة، child يعني طفل، what kind يعني ما نوع، enjoy يعني يستمتع، different يعني مختلف، letter يعني حرف، person
person يعني شخص، person يعني شخص، leaves leaves يعني أوراق الشجر، fur 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 يعني فرو، sweet sweet يعني حلو، savory 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 يعني مالح، savory يعني مالح، communicate 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 يعني يتواصل، people 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 يعني الناس، deaf 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 يعني أصم، learn 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 يعني يتعلم، sign language sign language sign language يعني لغة الإشارة، complete complete يعني كامل، language language يعني لغة، combinations 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 يعني مجموعات، number 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 يعني رقم، invent 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 يعني اخترع، rose garden rose garden rose garden يعني حديقة ورود، prefer 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 يعني يفضل، English English يعني لغة إنجليزية، Arabic Arabic يعني لغة عربية، Spanish Spanish يعني لغة إسبانية، versions 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 يعني إصدارات، Egypt 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 يعني مصر بلدنا الحبيبة، the USA أمريكا، Braille 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 اللي هي طريقة Braille اللي هي بتاعت الناس اللي ما بتشوفش، بيحولوا لها الحروف لنقط وهم يقدروا يعدوا ايديهم على النقط دي ويقروا النقط دي على انها حروف، وبالتالي يكونوا كلمات ويقدروا يستخدموا الطريقة دي في ان هم يقروا كتب كتيرة وكتب كبيرة مكتوبة بطريقة Braille Braille او طريقة Braille Braille او طريقة Braille. Code code يعني شفرة، blind blind يعني أعمى، blind dots dots يعني نقط، word word يعني كلمة، dish dish يعني طبق، fireworks 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 يعني ألعاب نارية، temple temple يعني معبد. عرفنا قبل كده في المرات اللي فاتت ان احنا عندنا حاجة اسمها irregular verbs او افعال غير منتظمة، افعال شاذة لازم نحفظها في البريزنت وفي الباست كمان، لان هي بيكون شكلها في البريزنت غير شكلها في الباست، فلازم نحفظها في المضارع وفي الماضي ونكون حافظينها زي اسمنا. زي مثلا understand understand يعني يفهم، في الماضي اسمها understood understood يعني فهم، see see يعني يرى، في الماضي اسمها saw saw يعني رأى، hear hear يعني يسمع، في الماضي اسمها heard heard يعني سمع، smell smell يعني يشم، في الماضي اسمها smelt smelt يعني شم، take in يعني يستوعب، في الماضي اسمها talk talk يعني استوعب، mean mean يعني يعني، في الماضي اسمها meant meant يعني عنى، speak speak يعني يتحدث، في الماضي اسمها spoke spoke يعني يتحدث، learn learn يعني يتعلم، في الماضي اسمها learned 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 يعني تعلم. واخر حاجة قبل ما نقرأ الباراجراف بتاع درس النهاردة، بعض الاكسبريشنز او المصطلحات والتعبيرات لازم نكون عارفينها وحافظينها برضو. اول حاجة feel with feel with يعني يشعر بي، think about think about think about يعني يفكر في، look at look at look at يعني ينظر إلى، kind of kind of kind of يعني نوع من، way to way to way to يعني طريقة لي، find out find out find out يعني يعرف، around the world around the world around the world around the world يعني حول العالم، like 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 يعني مثل،
all the time, all the time, all the time يعني طول الوقت. have different ways, have different ways, have different ways يعني له طرق مختلفة. have difficult hearing, have difficult hearing, have difficult hearing يعني لديه صعوبة في السمع. complete language, complete language, complete language يعني لغة مكتملة. punctuation marks, punctuation marks, punctuation marks يعني علامات الترقيم. invented by, invented by, invented by يعني اخترع بواسطة، تم اختراعه بواسطة شخص من الأشخاص. invented by. different from, different from, different from يعني مختلف عن. is cold, is cold, is cold يعني يسمى يدعى. النهاردة بيقول لنا how do we use different senses, how do we use different senses يعني ازاي احنا بنستخدم الحواس المختلفة. وزي ما قلنا المرات اللي فاتت لازم نعمل reading لوحدينا علشان خاطر بعد كده خلاص احنا كبرنا ويبقى عندنا exams و evaluations وتقييمات، لازم يكون عندنا السكيل بتاعت الريدنج ونقرا لوحدينا. فانا هقرا الباراجراف ده وبعدين انت تقراه مره تانية، تحاول تقراه ورايا وبعدين وقف الفيديو وحاول تقراه لوحدك علشان لو في حاجه وقفت قدامك تقدر تسمعها من الفيديو تاني، وبالتالي تقدر تنمي عندك السكيل او المهاره بتاعت الريدنج او القرايه. فهنا بيقول لنا we use our senses every day، احنا بنستخدم حواسنا كل يوم. to help us understand the world around us, to help us علشان تساعدنا. understand the world around us نحن نفهم العالم حولنا. we use our eyes to see, احنا بنستخدم عينينا علشان نشوف. and our ears to hear, وبنستخدم اذاننا علشان نسمع. we smell with our nose, احنا بنشم الروائح المختلفة بأنفنا. taste with our tongue, وبنتذوق بلساننا. and we can feel with our skin, واحنا كمان ممكن نشعر عن طريق جلدنا. think about where you are now, think about يعني فكر في. where you are now, انت موجود فين دلوقتي. what can you see, انت ممكن تشوف ايه. what can you hear, انت ممكن تسمع ايه. our senses, الحواس بتاعتنا. are working all the time, are working all the time, شغالة طول الوقت. and they take in, وهي بتستوعب. a lot of information, a lot of information يعني معلومات كتير. look at the photo, انظر على الصورة. what can the child smell, what can the child smell, الطفل ده ممكن يشم ايه. what do you think he can feel, what do you think, انت تعتقد ايه. he can feel, هو ممكن يشعر بايه. what kind of food do you enjoy, انت ممكن تستمتع بطعام نوعه ايه. some foods, بعض الأطعمة are sweet, are sweet طعمها حلو فيها سكر. and some are savory, and some are savory, some are savory وبعضها طعمه مالح. we taste a lot of different kinds of food, احنا بندوق أطعمة مختلفة كتيرة. every day, كل يوم. some people, بعض الناس cannot see or hear, ما بيقدروش يسمعوا أو يشوفوا. so they have different ways, علشان كده هم عندهم different ways أو طرق تانية مختلفة to communicate علشان يتواصلوا بيها مع العالم حواليهم ومعانا. people who are deaf, الناس الصم, الصم اللي هم ما بيقدروش يسمعوا. or have difficulty hearing, أو اللي عندهم مشاكل في السمع. can learn sign language, can learn sign language, ممكن يتعلموا لغة الإشارة. it's a complete language, هي لغة مكتملة, لغة كاملة يقدروا يتعاملوا بيها بشكل كامل في حياتهم. like English, زي اللغة الإنجليزية بالضبط. Arabic, وكمان اللغة العربية. or Spanish, أو اللغة الأسبانية.
And there are different versions. And there are different versions of it. Different versions يعني إصدارات مختلفة، في أنواع مختلفة منها around the world، حول العالم في كذا شكل أو كذا إصدار للغة الإشارة أو sign language around the world. Sign language لغة الإشارة in Egypt في مصر is different from sign language in the USA، هي مختلفة عن اللغة بتاعت الإشارة في أمريكا. يعني هنا لغة الإشارة بتاعتنا هي عاملة زي ما تكون بديل اللغة العربية في مصر، لكن لما تروح أمريكا أو USA يعني أو USA يعني هتلاقيهم بيتكلموا sign language أو لغة إشارة مختلفة عن sign language اللي في إيجيبت أو اللي في بلدنا الحبيبة مصر، لأن هي بتكون عاملة زي ما تكون بديل للغة الإنجليزية، فهي مختلفة من بلد للتانية ومن المكان للتاني في العالم. بريل، بريل اللي هي لغة بريل اللي احنا قلنا عليها، اللي هي النقط اللي هي تحويل الحروف لنقط بحيث ان الناس اللي ما بتشوفش تقدر تقرأ كتب عن طريق ان هي تحس بصوابعها النقط دي في الكتب، وكل مجموعة من النقط بتعبر عن حرف معين زي ما قلنا قبل كده. بريل is a code، هو عبارة عن شفرة، which people اللي ممكن الناس who are blind العميان او اللي ما بيشوفوش اللي هم عندهم حاسة البصر مش شغالة or have difficulty seeing او عندهم مشكلة في الابصار بشكل عام can use to read، بيقدروا يستخدموا البريل كودينج دي to read، بيقدروا يستخدموا لغة بريل دي ان هم يقروا اي حاجة مكتوبة. It has different combinations، it has different combinations، هي فيها مجموعات مختلفة of dots من النقط. They can be a letter، they can be a letter ممكن يكونوا حروف. Number أرقام. Punctuation mark، punctuation mark أو علامات ترقيم. Or word، or word أو كلمة مكتوبة. The person الشخص reading اللي بيقرأ can touch the dots، يقدر يلمس النقط. To find out ليكتشف what they mean، what they mean هي بتعني ايه. بريل لغة بريل was invented by Louis Braille، was invented by تم اختراعها بواسطة لويس بريل. لويس بريل ده الشخص اللي اخترع لغة بريل اللي احنا قلنا عليها من شوية، اخترع لهم اللغة دي بحيث ان هم يقدروا يقروا بيها اي حاجة مكتوبة عن طريق ان هم يحركوا صابعهم على الدوتس او النقط الخاصة بكل حرف او كلمة او رقم او حتى punctuation mark علامة ترقيم من علامات الترقيم، ويقدروا يقروا اي جملة مكتوبة اي كتاب مكتوب عن طريق ان هم يستخدموا طريقة بريل دي او لغة بريل دي في القراءة. اخر حاجة عندنا في درس النهاردة البنكتيويشن ماركس او علامات الترقيم، وفي طبعا حلقة كاملة عن البنكتيويشن ماركس الخاصة بكل المراحل موجودة عندنا، حلقة منفردة على القناة تقدروا تتفرجوا عليها وتشوفوها وتقدروا تعرفوا معلومات اكتر عن البنكتيويشن ماركس او علامات الترقيم. هنا بيكلمنا عن الكابيتال ليترز او الحروف الكبيرة، بيقولك اي اسم او اي جملة لازم يبدأ بحرف كبير. أسماء الدول وأسماء البلاد لازم تبدأ بحرف كابيتال أو حرف كبير. أسماء اللغات كمان لازم تبدأ بحرف كابيتال أو حرف كبير. الضمير I اللي هو أنا لو جه حتى في وسط الجملة لازم يكون كابيتال، يكون بشكل كبير. أسماء الأشخاص طبعا لازم تكون مكتوبة أول حرف فيها حرف كابيتال، وأسماء الأيام والشهور والمواد الدراسية لازم برضو تبدأ بحرف كابيتال مش حرف سمول. وزي ما بنعمل كل درس هنحل بعض الأسئلة مع بعض. فعندنا activity على lesson 2 بيقول لنا هنا underline the correct word in the brackets، حط خط تحت الكلمة الصح بين الأقواس. We can، نحن نستطيع smell ولا taste ولا touch with our tongue، احنا ممكن نعمل ايه بالتونج بتاعنا او باللسان بتاعنا، smell ولا taste ولا touch. شاطرين طبعا taste، احنا ممكن نتذوق بلساننا with our tongue. We can see with our، احنا ممكن نشوف with our ears ولا eyes ولا skin. شاطرين طبعا with our eyes، احنا ممكن نشوف بعينينا. We can feel with our، احنا ممكن نشعر with our skin ولا ears ولا eyes. شاطرين طبعا with our skin.
We can hear with our, احنا ممكن نسمع with our lungs, رئتين بتوعنا, ولا ears, الأذان بتاعتنا, ولا hearts, القلوب بتاعتنا. شاطرين طبعا with our ears, احنا بنعمل hearing with our ears. We can smell with our, احنا ممكن نشم with our eyes, ولا ears, ولا nose. شاطرين طبعا with our nose. We can use our senses to, احنا ممكن نستخدم الحواس بتاعتنا ل make ولا cut ولا understand the world around us. احنا قلنا ان احنا بنستخدم ال senses بتاعتنا ليه؟ شاطرين طبعا to understand عشان نفهم the world around us او العالم من حولنا. Our senses are, الحواس بتاعتنا are working ولا smelling ولا tasting all the time. شاطرين طبعا احنا عرفنا ان our senses working all the time او بتشتغل طول الوقت. Our senses take off ولا in ولا out a lot of information. شاطرين احنا عرفنا ان take in يعني يستوعب, يبقى our senses take in a lot of information, معلومات كتيرة. What kind, ما نوع of ولا in ولا at food do you like, ايه نوع الطعام اللي انت بتفضله؟ شاطرين what kind of food do you like, ما نوع الطعام اللي انت بتفضله. أدف, الشخص الأصم اللي ما بيسمعش, ولا blind الأعمى, ولا dumb طبعا ده يعني اللي هو شخص الغير مدرك لأفعاله. Person is a person who can't see, هو الشخص اللي ما بيقدرش يشوف, ده يبقى اسمه ايه, deaf ولا blind ولا dumb. شاطرين طبعا اللي can't see ده اسمه blind ما بيشوفش, blind اعمى او ما بيشوفش. A dumb اللي هو الشخص الغير مدرك لافعاله, ولا blind الاعمى, ولا deaf الاصم اللي هو ما بيسمعش. Person is a person who can't hear. شاطرين طبعا a deaf person is a person who can't hear, الشخص الأصم هو الشخص اللي ما بيقدرش يسمع. Some foods, بعض الأطعمة are sweet طعمها حلو. Others, الأطعمة الأخرى are savory ولا hungry ولا thirsty. شاطرين others are savory, الأطعمة التانية savory أو طعمها مالح. Braille, لغة Braille is a code ولا a food ولا a sense the blind people used to read. شاطرين طبعا عرفنا ان Braille is a code, هو شفرة the blind people used to read, ال blind people بيستخدموها عشان يقروا. Blind people, الناس اللي ما بتشوفش, hear, feel, read the dots with their fingers. احنا عرفنا ان fingers يعني اصابعهم, هم بيعملوا ايه بالfingers بتاعتهم. شاطرين طبعا read, هم بيستخدموا الfingers بتاعتهم او الاصابع بتاعتهم ويمشوها على الدوتس علشان يقدروا يقروا. فblind people, الناس العميان, read, بيقروا the dots, النقط, with their fingers, باصابعهم. Braille, لغة Braille has different walls ولا windows ولا combinations of dots. شاطرين طبعا احنا عرفنا ان it has different combinations of dots او ليها مجموعات مختلفة من النقط. Braille was, كانت, breathed ولا attached ولا invented by Louis Braille. طبعا عرفنا ان هي invented by Louis Braille او تم اختراعها بواسطة شخص اسمه لويس بريل, علشان كده سموها لغة بريل على اسمه. كده نكون حلينا الاكسرسايزز دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.